عنده 22 صغير، واتجوز وهو عنده 17 سنة، ومراته كانت 13 سنة. مفاجأة في قصة صاحب أكبر عائلة في بريطانيا نويل رادفورد، مش هتصدق كواليس حياته. جدل كبير على السوشيال ميديا بسبب شخص اسمه نويل المشهور بكونه صاحب أكبر عيلة في بريطانيا، بعد ما رزق ب 22 صغير من زوجته واللي وصفها بأنها حب حياته. نويل اتكلم عن قصة حياته وإزاي تعامل مع 22 صغير، وقال صاحب ال 53 سنة حاليا انه قابل زوجته لما كان عنده 17 سنة واتجوزها وهي 13 سنة، وفي الوقت ده كان الاتنين في نظر القانون لسه اطفال. بيقول نويل: انا ما بتضايقش من التعليقات اللي بتقول ان كانت بتهاجمني، التعليقات السلبية بتؤثر على الصغار بس. واتكشف نويل مفاجآت عن حياته وقال: من الواضح ان ما حدث في ذلك الوقت قد تم طرحه مرة اخرى في السنوات الاخيرة بعد ان اصبحنا معروفين من خلال ظهورنا على شاشات التلفزيون. لقد تحدث الناس عن الوضع وكتب عنه في الصحف وتم مناقشته في وسائل التواصل الاجتماعي. لقد كان هناك الكثير من التركيز على هذا الأمر. ربما كان ذلك أسوأ بالنسبة لنا من الإنجاب وحياتنا. لقد أعطى الكثير من الناس آراءه، لكن أنا كنا طفلين ولم يكن الأمر كما لو كنت أكبر من صوب 10 أو 15 عام. نويل كمان اتكلم عن علاقته بزوجته وأنه على الرغم من كونه تجاوز سن الرشد سوء أقل من كده، لكن لم يكن هناك أي مشكلة مع أي من السلطات، لأن في الوقت ده كان الأمر بيرجع إلى الأمهات والأباء وعلى اللي هم عايزينه. أعتقد أن شخصا ما في مكان ما ربما كان عليه الإبلاغ عن ذلك، ربما الطبيب، ولكن لم تكن هناك أي تداعيات. المفاجأة كانت في ظهور الزوجان في واحد من البرامج التلفزيونية. وقتها سو كانت بتبلغ من العمر 14 سنة، وفي الوقت ده خلفت طفلها الأول، لكن نويل كان عنده 18 سنة ونص. وطالب البعض بحبس الأب، لكن الأم سو قالت: ما يهمنيش اللي بيتقال. كمان بحسب التقارير ان سو وصلت دلوقتي لعمر 48 عام. قالت ان التعليق السيء بيؤثر على الاطفال، وخاصة ابنهم الاكبر كريس اللي كان بيسمع كلام الناس عني وعن نويل طول السنوات اللي فاتت. التقارير كشفت مفاجأة عن الزوجين وقالت انه بعد مرور اكتر من 3 عقود اصبح الزوجين عندهم 22 ابنة، وهم كريس 34 عام، وكمان صوفي 30 سنة، وكلوي 28 سنة، وجاك 26 سنة. ده غير كمان دانيال صاحب ال 24 سنة، ولوك صاحب ال 23 سنة، وميلي 22 سنة، وكاتي صاحبة ال 21 سنة، وجيمس 20 سنة. وكمان بيمتلك الزوجين إلي 18 سنة، وإيمي 17 سنة، وجوش صاحب 16 سنة، وماكس 15 سنة، وتيلي 13 سنة، وكمان أوسكار 12 سنة، وكاسبر 11 سنة، وهالي 8 سنين، وفيبي 7 سنين، وأرتشي 6 سنين، وبوني 5 سنين، وهايدي 3 سنين.